مدينة السلام من شرم الشيخ عاصمة أو كبرى المدن التاريخية والسياحية الهامة في العالم، وهي إحدى مدن جنوب سيناء. هناك يحتشد العالم نحو 100 دولة و25 من كبرى المنظمات والهيئات، إلى جانب آلاف الشخصيات التي سجلت مشاركتها في هذا المؤتمر، مؤتمر مستقبل مصر. عموما نتمنى كل التوفيق لهذا المؤتمر الذي ننتظر منه الكثير لمصر الحبيبة. من المؤتمر من شرم الشيخ إلى القاهرة، وعلى وقع كرة القدم، كانت اللحظات السابقة كانت لحظات إنهاء حسم الجدل الدائري بين المدرب وطني أم أجنبي، ثم المدرب كوبر أم ألان جاريس أم من رينارد ريكارد، لكن حسم الأمر وقيل هيكتور كوبر الأرجنتيني الذي يحل على القارة الإفريقية لأول مرة من خلال الأندية والمنتخبات. كوبر وقع عقده الأسبوع الماضي قبل يومين أو ثلاثة على الأكثر في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي قدمه للصحفيين ووسائل الإعلام والرأي العام العاشق لكرة القدم. سلم له قميص المنتخب من قبل السيد جمال علام، وتم توقيع العقد عن طريق السيد حسن فريد. أحداث كثيرة دارت قبل توقيع العقد نتابعها مع حضراتكم من خلال الاتصال الهاتفي مع المحاسب جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. أستاذ جمال، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن أشرف، ألف ألف مبروك على طبعا البرنامج الجميل بتاعك. وطبعا أنا كانت حظي وحش إن أنا ما كنتش موجود معاك، يعني هو حضرتك المفروض كنت ضيفنا النهاردة، لكن احنا مقدرين التزامك بالسفر إلى الصعيد إلى الأقصر. توصل بالسلامة، أنا عارف إن حضرتك على الطريق إن شاء الرحمن توصل بالسلامة، لكن اسمح لي أستاذ جمال، أولا نبارك لكم إنهاء وحسم الجدل، ونسأل أسئلة تسأل في الشارع الكروي المصري. لماذا اختفى الأستاذ جمال علام قبل يوم من توقيع العقد، ولماذا لم يوقع الأستاذ جمال علام على العقد مع كوبر رغم حضورك المؤتمر الصحفي وتقديمك قميص المنتخب للمدرب الأجنبي؟ تفضل. بص يا كابتن أشرف، يمكن أنا في الفترة اللي فاتت تعودنا في حاجات كتيرة بتحصل وفي حاجات كتيرة بتتقال. أنا طبعا كنت محدد الميعاد بتاع السفر بتاعي، وسافرت طبعا فعلا الصعيد على أساس أن أنا أقضي يومين ثلاثة، لأن أنا يمكن قبل كده قالوا في الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس الاتحاد بيروح كل يوم وملوش لازمة يكون يروح كل يوم، وشغل بيشتغل طبعا طبقا للتنفيذي. لما بدات ان انا اطلع قال لك لا جمال علام مش موجود في الاتحاد، يعني انا مش عارف اقفل الباب ولا افتحه زي كده. لكن الظروف جت ان انا كنت موجود في الاقصر في بعض البنود انا اعترضت عليها، فعلا اتكلمت فيها، في منها اتصلح، في منها العيب صياغته، وفي منها مثلا اللي حصل فيه تعديل بسيط، وفي اللي ممكن الراجل اشترط في شروطه وقعد فيها. اللي انت عايز تعرفه يمكن من بعض البنود اللي كنا انت اللي انا كنت موافق عليها ان هو ياخد المكافآت بتاعته اجماليه اللي هي اللي 350 الف دولار لو هو صعد للتصفيات، 250 لو هو خد بطوله امم افريقيا، 500 الف دولار لو هو خد كاس لو وصل لكاس العالم. الفكره كابتن اشرف، لما انا اقول الحاجات دي تتعمل وفي نفس الوقت ان هو انا كنت بصرف للاجهزه الفنيه اللي قبل كده كانت بتصرف لها مكافآت تعادل وفوز، نعم، غير المكافآت اللي بتحصل في النهايه، انا حصرتها في نهايه مكافأه واحده تمام للجهاز الفني. انا بالطريقه دي وفرت للاتحاد، مش حطيت عبء على الاتحاد. لكن اذا كان دي من ضمن الحاجات اللي اتعملته كل حاجه تمام، لما كلمت الكابتن حسن قلت له يا كابتن حسن انا موجود في الاقصر وراجع العقد ووقع العقد وشوف العقد، وفعلا الكابتن حسن راجع العقد ومضى العقد ومضينا الاعتماد العقد بالنسبه للمحضر مجلس الاداره اللي فات. نعم. معنى ان انا مختلف في حاجه مع مجلس الاداره، مش انا اللي مختلف كشخص، انا مختلف للصالح العام وهم نعم. برضو بيدوروا للصالح العام، فاذا كنا مختلف في بند معنى كده ان القرار قرار مجلس اداره مش قرار فردي. نعم. قرار لشخص واحد. نعم. انا بحترم مجلس الاداره وبحترم قرارات مجلس الاداره، واللي قاله مجلس الاداره في الاخر هو اللي تم التوقيع وانتهى في الراي العام للصالح الاتحاد المصري لكره القدم. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول ان المدير الفني ده اسم كبير، يمكن احنا كنا دخلنا في التفاوضات معاه
وفي نفس الوقت كنا بنتفاوض مع مديرين فنيين تاني. نعم. وخفنا برضو زي ما حصل ان احنا اتكلمنا على بتاع تونس، فجينا بتاع تونس بيكلمنا الاتحاد التونسي بيقولوا بتفاوضوا الراجل بتاعنا، فدخلنا في اتجاهات سرية مع هذا الشخص لغاية ما احنا خلصنا فعلا مع الكابتن هكتور كوبر ووصل القاهرة. فاول ما جاء طبعا اتصلوا بيها ان هو جاي النهاردة، فكنت فعلا ان انا رجحت على طول بعت المؤتمر، ويكفي ان هو قبل العلم المصري يا كابتن. نعم قبل العلم المصري وقبل قميص اللعب. قبل العلم المصري معايا زي ما انا قبلت العلم، هو راح قبل العلم زي بالظبط، ودي مناسبة حلوة جدا طبعا بالنسبة للمؤتمر اللي بيتعمل، مؤتمر شرم الشيخ. واكيد طبعا صوره توزعت امبارح، واكيد صوره بقت على الفضائيات العالمية طبعا ان هو بيقبل العلم المصري. افتكر ان هي مواكبة للحدث اللي موجود، وربنا يوفقه ان شاء الله ويحقق لنا الانجازين اللي احنا عايزينهم ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ جمال، هناك حديث عن الاشراف على المنتخب، وقال اعضاء مجلس الاداره كلهم اجمعوا على ان حضرتك تكون المشرف في المرحله المقبله، هل تمت الموافقه من قبلك على هذه المهمه؟ والله هي المهمه طبعا، احنا يمكن انا قلت بالنسبه للاشراف بيبقى على الاتحاد المصري لكره القدم، ما هو اللي همزه وصل بين مجلس الاداره والمدير الجهاز الفني. نعم. فطبعا رئيس الاتحاد لما يبقى هو المتواصل مع الجهاز، افتكر يبقى هم امورهم مرتاحه جدا، وهم طبعا مجلس الاداره طلب الطلب ده بس الاعداء فعلا، وانا وافقت عليه مفيش مشكله عندي. ختاما، الرجل طلب ان يعود الدوري، يعني الى اي نقطه وصلتم في مفاوضاتكم مع وزاره الداخليه بمشاركه وزاره الشباب والرياضه؟ احنا تناقشنا في الموضوع ده معاه، طبعا الدوري هيديله مساحه اكبر ان هو يشوف لعيبه اكبر في الاتحاد المصري، واختياراته هتبقى واسعه بالنسبه لل زي ما هو صرح ان باب المنتخب مفتوح لاي لاعب، ان انا قال انا هشوف كل حاجه. ويمكن حتى امبارح اخبر الكابتن اسامه والكابتن احمد ناجي ان هم يطلعوا يتفرجوا على الماتش بتاع الزمالك. فانا عايز اقول برضو ان هو الراجل عايز يشتغل حاجه، وانا مش بتاع عصا سحريه، ولكن انا هشتغل وهتحسوا بالمجهود اللي انا هعمله، وان شاء الله باذن الله لو ما كانش برضو في دوري هشتغل على المجموعه، هروح اتفرج في كل نادي، وهيبقى في تواصل بيني وبين مدير فني كل اللي الو مع حضرتك قال لي هيبقى في تواصل بيني وبين كل مدير المديرين الفنيين. نعم، عشان فعلا يتم الاختيارات صح ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. يا استاذ جمال، تكون بدايه مرحله جديده للكره المصريه وعوده للمنتخب المصري الى رياده الكره في افريقيا وسياده الامم الافريقيه، والحلم الذي تحدثت انت عنه ايضا مع المدرب بلوغ نهائيات كاس العالم في روسيا 2018. شكرا جزيلا استاذ جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، الذي كان معنا عبر الهاتف. يعني هذه القضية طبعا تحية وتقدير لمجموعة كبيرة من عناصر الاتحاد المصري لكرة القدم التي بذلت جهدا كبيرا في كتابة العقد وترجمته، منهم المهندس إيهاب الهيطة عضو مجلس الإدارة، الأستاذ مجدي المتناوي، المهندس حسن فريد نائب الرئيس، أيضا الأستاذ أو الدكتور علاء عبد العزيز الذي تولى المدير المنتخب، مع العميد ثروت سويلم رئيس المدير التنفيذي، المستشار حسين حلمي رئيس الإدارة القانونية، كل هؤلاء تعاونوا مع أعضاء مجلس الإدارة من أجل أن يخرج العقد بكل الصيغ التي تضمن سلامة العمل، سواء ما أشرف عليه المهندس إيهاب الهيطة بنفسه من خلال كتابة العقد ثم مراجعته مع المحامي الخاص بكوبر، ثم الجلوس مع كوبر نفسه ومناقشة العقد قبل أن يوقع عليه المهندس حسن فريد نائبا عن الاتحاد المصري ونائبا عن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. من كرة القدم